إلى هنا تريد ميليشيا الحوثي والمخلوع الوصول، ظنا منها بأنه سيكون لاسم هذا الطريق علاقة في سرعة سقوطها بأيديهم، وأن محاصرتها ومن ثم خضوعها سيكون بذلك الأمر سهل. لكنهم لم يعلموا بأنها سميت بهيجة العبد لكونها نهاية لزمن مؤرخ بالكثير من العبودية انتهى حال وصوله هنا في القدم. أما الأهمية التي تتمتع بها هذه الطريق حاليا فلأنها المنفذ الوحيد الرابط بين محافظتي تعز ولحج ومن ثم عدن، وإمدادات المقاومة والمواد الغذائية تأتي عبرها أيضا، وهي شريان رئيسي للمنطقة والمناطق المجاورة لمديرية المقاطرة. تحاول ميليشيا السيطرة على الطريق وقطعه نهائيا، لأنها بهذا ستتمكن من محاصرة تعز بشكل كلي، وتصبح المحافظة بريفها وحضرها كليا تحت السيطرة. فبعد أن اجتاحت معظم عزلي ومناطق مديرية حيفان وصولا إلى عزلة الأكبوش في الأحكوم، والتي استماتوا بالبقاء فيها بهدف تهديد عبور المركبات والسيارات في طريق هيجة العبد، أرادوا أيضا التقدم أكثر نحوها، وتسللت مجموعة منهم لقطع الطريق بينما أقدمت على تفجير عبارة، وفعلا نجحوا في ذلك لكن لبعض الوقت، فالمقاومة من أبناء العزل حشدوا قواتهم للدفاع عن أرضهم واستماتوا بدورهم بذلك، فكونوا مجموعات حراسة من تسللات قد تأتيهم من الميليشيا. الجيش الوطني أرسل تعزيزات كبيرة للمنطقة لتدور معارك ومواجهات عنيفة ما تزال قائمة حتى اللحظة، استطاعت من خلالها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من استرجاع بعض المواقع وطرد الميليشيا منها، ليسقط شهيدان منهم بحسب مصادر في المنطقة وسام أحمد محمد سلام ورضوان الحكيمي، ويصاب أربعة آخرون، فيما قتل وجرح العشرات من الميليشيا، خاصة مع قيام طيران التحالف العربي بتنفيذ غارة جوية استهدفت مواقع تمركز الميليشيات في عزلة الأكبوش وتحليقها هناك بشكل مستمر. يبدو من كل هذا رغبة الميليشيا في إطباق الحصار على تعز ومحاولة خنقها، يقابلها رغبة أكبر من المقاومة في التصدي لأي هجوم قد يسلب تعز حريتها بشكل كامل.